كيف الحرفات؟ أنا بسأله كيف الحرفات؟ ماما ايش اتصالات؟ ايش اسمه؟ نقول لك مساقعين مع الناس غيرات، ما فيش اكل، ما فيش مصروف، وهي داير هيك هذا زي ما بتقول بسمع ما لوش ابو يتيم، يعني حالته شو اسمه مش حلوه صيح لحالي. ها فيش حد يدينا فلوس، نايمين في الندفع انا والله بقي على بعض. هاي بقول خبزت يا ما خلصت. مصاري سبع شيك. سبع شيك. هاي كل المصاري يا ما كل المصاري. ايش اسمه؟ احنا بنوصل. Thank you.